من فوائد البيرنت كونسلنج ان الاهالي بتتعرف على ثلاث انواع التربيه وايه تاثيرها على الاطفال لما بيكبروا. اول نوع اللي هو الاثوريتيرين او الاوفر كنترولنج، ده بيأثر ان الولاد لما بتكبر بتكون معتمده على اهلها في كل حاجه ومش عارفين يدوا رايهم وما عندهمش ثقه في نفسهم. تاني نوع اللي هو الباسيف بيرنتنج اللي هو الاهالي المتساهله، لما طفل بيتربى على الطريقة دي لما بيكبر بيكون عنده مشكلة في ثقته في نفسه، وفي نفس الوقت ما بيدور على حد بره العيلة يساعده ويوجهه يعمل ايه بعد كده. اخر نوع parenting اللي هو authoritative parenting، ده الاهل اللي هم يوزنوا ما بين being firm ويدوا guidelines ويوجهوا ولادهم، وفي نفس الوقت بيبقوا حنينين على ولادهم. ده النوع اللي احنا بنشجع الاهل ان هم يمشوا عليه، عشان ده نوع بيكون فيه communication وحوار مع الاطفال، يخلي الأطفال دي لما تكبر بعد كده يكون عندهم ثقة في نفسهم، يعرفوا يتصرفوا وياخدوا قرارات. وهنا يجي دور parent counseling، هنشتغل مع بعض، فالأطفال هتقضي طفولة سعيدة وانتوا هتتبسطوا وتقضوا a very happy parenting journey.